نور، أنا التقيت بسماحة السيد مقتدى قبل ما يقارب 3 أعوام. نعم طبعا نفس الطرح طرحت أنا هذا الموضوع، موضوع نعم إنه هناك تدخلات باتجاه الرياضة، وهاي التدخلات ده تأثر، يعني لأن أنا كان هناك شكاوي كثير تجيني من بعض النجوم واللاعبين إنه في نادي الفلاني يشتغل فلان ما تقدر تدخل له، في هيج مكان في الاتحاد الفلاني، يعني في مفاصل الرياضة عامة. نعم فشرحت له بوقت الوضعيه سماحه السيد انه يحتاج لنا ولو شيء بسيط، لان هو يمتلك من الرمزيه الكافيه انه يقدر يقوم موضوع الرياضه، والحمد لله الان الموضوع طبق يعني رسميا انه هناك التدخل باتجاه الناس الدخيله على الرياضه، وهذا شيء اعتقد ايجابي. اتمنى من الاخوان اللي رشحوا لهذا الموضوع انه يكون عندهم رؤيه بعيده باتجاه هذا الموضوع، حتى يقدمون الرياضه وابعاد بعض الاشخاص اللي محسوبين على الرياضه. وايضا كان هناك اتصالات مع الاستاذ النائب الاول حسين كعبي، طبعا مشكور، وعباس استاذ عباس عباس الشباب والرياضه، عباس عليوي، نعم، وايضا الاخوان المقربين بالرياضه. يعني تعرف احنا عندنا مشاكل بالاولمبيه وعندنا مشاكل بالاتحاد، نعم بالاتحاد، نعم الاتحاد، نعم اي. فاعتقد هذا الموضوع اتمنى يصب ايجابي بمصلحه الرياضه العراقيه عامه. زين، تتوقع اكو تاثير؟ احنا داعمين للمشروع للعلم. شلون كابتن؟ أنا بالنسبة لي من الشخصيات الدعم هذا المشروع، وصار اتصال بي بهذا الاتجاه، نعم، وإحنا داعمين لهذا الموضوع إن شاء الله. يعني داعمين لمشروع أو اللجنة اللي شكلت من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر بهذا الجانب وبهذا الاتجاهات، وأنت داعم لهذا الموضوع. طيب،